اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ساندي ايمن سباحة النادي الاهلي. بس الحقيقه معانا عبر الهاتف كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. باشمهندس هيثم وكابتن هيثم، اهلا بيك، وحشت جدا 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 والله. لا ده حضرتك اللي وحشنا جدا، وعايزك تسخن بقى عشان الحلقه بتاعت الحصاد. يعني عايزك وتجيب لي بقى برضو الورق اللي حضرتك بتيجي بيه والاجنده الصغيره دي، على فكره تخصني عايزها. ها حبيبي يا كابتن وائل، ازيك؟ حبيبي يا كابتن، انت وحشت جدا، وانا سعيد بالحلقات اللي انت بتعملها، وحاجه محترمه جدا 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 والله يا عيد. يا كابتن ده حضراتكم الاساس وانتوا الابطال، واحنا مجرد عامل مساعد لحضراتكم لان انتوا اللي بتبذلوا المجهود. كابتن طمني على ساندي وفرص تاهلها للاولمبياد. ان شاء الله بمشيئه الله ساندي دي بطلتنا المستقبليه، ان شاء الله بمشيئه الله ربنا يكرمها في البطوله اللي جايه، هتسافر هي وهانيا وربنا يكرمهم. ايا كان عندنا ساندي وهانيا ابطال مصر، وحاجه تشرف والله. يعني انا على المستوى الشخصي ساندي الواحد يعني بيحس ان هي ب 100 راجل زي ما بيقول، مفيش بطوله بتنزلها ما بتاديش على اعلى مستوى، ما بتجيبليش ميداليات ذهب، مفيش اي وقت بنطلب منها اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. صراحه ما تتاخرش يا باشمهندس، وخلي بال حضرتك برضو يا كابتن، يعني دعم حضرتك المتواصل سواء لهانيا او ساندي، حتى كان في بطوله شرم الشيخ لما رجعوا حضرتك يعني كنت داعم ليهم وفرحان بالانجاز اللي هم عملوه. يعني حصل موقف هي حتى جت استاذنتني يا كابتن وائل عايزين نقعد شويه، قلت لها اللي انت تطلبيه انا موافق عليه، انا ما قدرتش ارفض لك طلب، حتى يعني هم بيجيبوها بواسطه بالنسبه لي. فانا من الناس ساندي تحديدا وهانيا، يعني حاجه بجد، يعني النادي الاهلي بيبقى سعيد بالابطال دول، وهم دول زي ما بيقولوا كده الموديل بتاع النادي الاهلي او القدوه للاولاد اللي جايين ان شاء الله. في اكيد يا كابتن. طب مش هينفع بحضرتك تبقى معايا بقى وما تطمنيش على القطاع كله، اخباره ايه؟ طب احنا هقول لك على حاجات كده اول مره تحصل. يا ريت. الحمد لله احنا السنه دي في قطاع الناشئين في كره الميه ما سبناش بطوله ما خدناهاش. ما شاء الله. حاله 2001 2002 2003 2004 2005 اول مره خمس مراحل اول، الحمد لله احنا وهيليوم ما شاء الله النهائي، واحنا الحمد لله كسبنا، ودي حاجه الحمد لله ترجع الفضل ليها من اول مدير جهاز كره الميه الاصغر عامل على حمام السباحه في كره الميه. الناس كلها بتعمل الشغل كويس قوي. ده انجاز كبير يا كابتن، ده احنا كان دايما عندنا مشكله في كره الماء على طول وخاصه الناشئين على طول. فاحنا الحمد لله خدنا خمس مراحل، وانا متهيألي حضرتك قابلت الولاد بتوعنا وقابلت صحيح. فيعني حاجه احنا فعلا السباحه مثلا بطوله الجمهوريه الفتره اللي فاتت 10 مراحل خدناهم كلهم. ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن ما شاء الله، خدنا البطولات كلها الحمد لله. ما شاء الله. لسه الغطس ولسه الباليه، وان شاء الله بنوعد، وطبعا الطويله الحمد لله ساندي هي عندك بطله من ابطالنا طبعا، خدت بطوله الجمهوريه الطويله، كنا في شرم الشيخ وحضرتك استقبلتنا ساعتها. ما شاء الله. كلمتنا، فالحمد لله الحمد لله، يعني احنا بنطمح في المزيد. لا يا كابتن انت ما بتشبعش بطولات يا كابتن، خلي بالك ما شاء الله، يعني انت بتحط ايدك في الحاجات اللي على طول، يعني كره الماء دي انا بقول لك الف مليون مبروك الحقيقه، لان انا كانت مفاجاه ليا، انا متابع طبعا بس كان لسه في يعني سنين كانوا لسه ما خلصوش. لسه احنا 2006 بنلعب 2007 لسه 2006، وان شاء الله نعمل مفاجات ان شاء الله الفتره. شفت انا متابع والله، بس ما شاء الله يا كابتن. وبحاجه، وعلى فكره ان شاء الله هنعمل حلقه مخصوصه للابطال دول، وهنجيب مثلا كل يعني من كل فرقه يعني لاعب او اتنين عشان نحتفل معاهم، لان لازم ندعمهم. الله ينور يا كابتن بصراحه. الله يخليك يا باشمهندس. يعني ده النادي الاهلي، وده الابطال بتوع النادي الاهلي، وده احنا اللي ان شاء الله الدرب اللي احنا ماشيين عليه عشان النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده بكتير، وانت فاهم حضرتك كنت لعيب في النادي الاهلي وانا كنت لعيب في النادي الاهلي، ويبقى فخورين ان احنا اكيد في النادي الاهلي. اكيد. طب كابتن السباحه عندك حاجات قريبه ايفنتات ولا خلاص؟ لا عندنا لسه بقى، احنا كنا عملنا زي ما بقول لحضرتك بطوله الجمهوريه اتقسمت جزئين. تمام. الجزء الاولاني الحمد لله لعبنا 10 مراحل، خمسه اولاد وخمسه بنات، الحمد لله ال 10 مراحل الاول بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ان شاء الله 8 مراحل جايين ان شاء الله بمشيئه الله نعمل برضه ريكورد جديد، سوري في 6 مراحل جايين ان شاء الله نعمل ريكورد جديد وناخدهم ان شاء الله يا رب. وطبعا قسموها عشان كورونا عشان الاعداد صح؟ عشان الاعداد حضرتك كنت عارف البطوله كمان بقت بتاخد وقت طويل. صحيح يعني صحيح. يعني مثلا حضرتك الايفنت بعد كل ايفنت وايفنت فيه صحيح للاجراءات الاحترازيه لكل سبق، ومفيش اولياء امور، يعني الاتحاد الصراحه سباحين بس عامل اجراءات زي ما بيقولوا كده بيحترم بيها الاجراءات الاحترازيه، ومفيش اولياء امور، مفيش جمهور، حتى المدربين باعداد معينه عشان يحافظوا على اولادنا السباحين. التباعد اجتماعي طبعا. الف مليون مبروك يا كابتن وائل، ونتمنى لك التوفيق، وزي ما عودتنا طبعا نمره واحد يا كابتن وائل.
حبيبي. بشكرك كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونورتني على شاشه قناه النادي الاهلي كعادتك يا كابتن وائل.